بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك صلاة وسلاما بكرة وعشية على سيدنا محمد، من اتخذته خليلا نبيا وجعلته سيدا سندا مباركا مرضيا، وأفردته مقاما محمودا سميا، وآتيته السبع المثاني وقرآنا عليا، صلاة تجعلني بمحبته برا تقيا، واهدني بنوره إليك صراطا سويا، وعلى آله وصحبه وكل من ارتضيته صفيا ووليا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء. واليوم إن شاء الله مع ورد اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، فتابعوا معي. وردنا لهذا اليوم إن شاء الله هو ذكر خفيف لطيف للعلاج من حر العين وضرها وإبطال التعطيلات والأعراض التي تسببها، وفي نفس الوقت هو أيضا يعمل للحفظ والتحصين من أي إصابة جديدة بإذن الله تعالى. إذن على بركة الله سنقول جميعا اليوم 100 مرة: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، كما سبق وقلت نذكرها 100 مرة. وللإشارة فقط، فكل من هو مصاب بعين سيحس بسخونة وتعرق أثناء هذا الورد، فليكمل العدد المطلوب ولا يلتفت لهذه الأعراض، فسيجد راحة وسكينة وطمأنينة عالية بعد الانتهاء من ذكره. تختم مجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله صلى الله عليه وسلم، ثم تنفت في كفيك وتمسح بهما ما استطعت أن تصل إليه من جسمك. أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم للقناة. ألقاكم غدا إن شاء الله مع ورد جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.